انت تبقى عارف كويس قوي ان اللي انت قابلته الموسم اللي فات مكمل معاك. اخطاء تحكيميه هتبقى ضدك، اكيد هتبقى ضدك. كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت وارد جدا تلاقيها مكمله معاك، الا حاجه واحده بس، انت بقى المسؤول عن تغييرها، ان بطل المسابقه في نهايه الموسم ده يكون النادي الاهلي. عشان ايه؟ عشان دي هويه النادي الاهلي اللي اصبح البعض بيحاول يهز الهويه دي بخطر شديد جدا، وعلى راسهم احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك السابق، اللي هو ما عندوش ادنى مشكله ان هو يعترف بانه من خلال اي قناه تلفزيونيه هو شغال من خلالها هو بيخدم مصالح نادي الزمالك في المقام الاول، وهو صرح بده كتير، وصرح بده لما كان في احد القنوات الفضائيه قبل القناه الحاليه في احد البرامج قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، قال انا من دلوقتي قبل البطوله المباراه بشهر مش هتكلم عن اي مشاكل تخص نادي الزمالك، متواجد بشكل كبير جدا في قناه نادي الزمالك داعم ومساند، بيتكلم دايما عن نادي الزمالك. قال نقطه انا بشوف من وجهه نظري ان كابتن سيد عبد الحفيظ يحطها كده في اوضه اللبس قدام اللاعبين، لان ما ينفعش حد يراهن بالشكل ده ضد النادي الاهلي 7 شهور، والاهم اوعى اوعى يجي يكسب هو الرهان، لان دي بالفعل هتبقى ازمه صعبه جدا جدا على جماهير النادي الاهلي، على لاعبي النادي الاهلي اللي يستحقوا ان هم يقدموا تاريخ افضل في البطولات المحليه. خلينا نستعرض اللي قاله احمد حسام ميدو لما قال بعد مباراه الزمالك والبنك الاهلي اللي فاز فيها نادي الزمالك في اللحظه الاخيره في الدقيقه 96 بهدف على عكس سير المباراه. قال في معلومه عايز اقول لكم عليها، وسبق صحفي من قبلها ب7 شهور، الزمالك بطل الدوري لتالت مرة على التوالي لأول مرة في تاريخه. الكلام ده اتكتب قبل مباراة الأهلي وفيوتشر، يعني اتكتب بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، يعني هو عنده ثقة إن طالما الزمالك سجل في الدقيقة 96 في مباراة البنك الأهلي فالزمالك هيقدر يكمل مسيرته. ميدو هنا عمل إيه؟ ميدو هنا شال النادي الأهلي من المشهد. فتخيل لما يكون منافس ليك شايلك أنت النادي الأهلي من المشهد، اللي هو طالما الزمالك بيكسب حتى لو في متصدر للدوري، حتى لو هو بيكسب في دقيقة 96، أنا بقول لكم قبل 7 شهور الزمالك بطل الدوري. دي من وجهة نظري للأمانة الشديدة لابد أن يتعاقب عليها ميدو. مش عقاب إن أنت تجيب له فيديوهات أو ترد عليه أو تقول له أنت إزاي بتكتب كده، لا، العقاب إن أنت بعد 7 شهور تقول له ما ينفعش في وجود النادي الأهلي تراهن مش على مستقبل 7 شهور، على دقيقتين قدام. ما ينفعش ده يحصل مع النادي الاهلي، خاصة لما يكون ميدو نفسه عارف كده كويس قوي، خاصة لما يكون ميدو نفسه عانى الامرين امام النادي الاهلي، اللي وصل بيه ان هو في حاجة لعلاج نفسي للاعبي نادي الزمالك عندما كانوا يواجهون النادي الاهلي، فالرسالة دي لازم توصل للاعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، توصل له ازاي؟ شوف وضع المنافس كان ايه؟ وشوف كلام ميدو كان ايه، ودلوقتي بقى ميدو بيعمل ايه، بقى بيراهن بعد 7 شهور. تعالوا نفكركم، ميدو لما كان مدير فني لنادي الزمالك وهو بيواجه النادي الاهلي كان واصل لفين وكان بيقول ايه، عشان نعرف قد ايه الرسالة دي رسالة فيها اهانة حقيقية للاعبي النادي الاهلي لو ما ردوش في الملعب، وبعد 7 شهور او قبل كمان المدة دي يكونوا ابطال الدوري عن جدارة واستحقاق. نطلع نشوف الفيديو ونرجع معكم. بالنسبه لي ان انا اشوف بعض اللعيبه دايما، انا دايما في الهزيمه بقول ان انا اللي مسؤول، وده طبعي وده اللي اتربيت عليه، ان انا اشوف بعض اللعيبه خايفه وقلقانه ان هي تلعب قدام الاهلي، ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش 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 موضوع مكسب وخساره، لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه، لعيبه خايفه، ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. ده كان ميدو مع الجيل الذهبي للنادي الاهلي ونهايه الجيل الذهبي للنادي الاهلي، ان هو كان بيشوف لعيبه نادي الزمالك خايفه تواجه النادي الاهلي. جبتوا الجراه دي لميدو؟ الاداء وفقدان البطوله اخر موسمين بغض النظر عن التدخلات الخارجيه اللي اتكلمنا عنها كتير، واللي انا بقول لك خلاص ما تحطهاش في اعتبارك، هنتكلم عنها طول الوقت عشان ننوه لده، لكن انت تبقى عارف ان خلاص مش هيتغير حاجه، اللي كان ضدك هيفضل ضدك طول الوقت. انت ما ينفعش بقى تبقى ضد نفسك، انت لازم تغير من نفسك تبقى اقوى عشان تتغلب على القصه دي. بالظبط زي الطبيعه البشريه، انت جالك فيروس شديد جدا، فيروس كورونا،
الجسم بدا يعتاد عليه وبدا يقدر ان هو يقاومه وبدا يقدر ان هو يتغلب عليه بعد ما كانت خطورته كبيره جدا. قلت خطورته، انت لازم تقلل خطوره الفيروسات اللي بتتدخل لابعادك عن البطوله المحققه. لازم ترجع ميدو تاني يخاف ويبقى عارف كويس قوي ان في وجود النادي الاهلي ما ينفعش يراهن على بطوله فيها النادي الاهلي بعد يوم مش بعد 7 شهور.